توجيهي 2006. ولكم والله العظيم إنكم مفخرة، والله العظيم إنكم تبيض الوجه. الإشي اللي صار باختبار مبارح والله العظيم إنه إشي يرفع المعنويات للسماء، خليتوا همتنا ومعنوياتنا للسماء. ولكم تفهمين شو اللي صار، أنا شرحت لكم 3 حصص على التأكسد والاختزال. هذا الدرس بنشرحه لطلاب التوجيه يا جماعة بحوالي 6-7 حصص حتى نتأكد ونتقن إنه صارت أمورهم تمام التمام. أعطيتكم فيه 3 حصص تأسيس، جبت امتحان حطيت فيه نكشات بالأسئلة لحتى أشوف شو مستواكم، خاصة بعد الامتحان الماضي اللي معظمكم جاب علامات كاملة. قلت بدي أشوف شو مستوى هذول الطلاب جيل 2006. لما شفت العلامات، لما بيحكي معي طالب، قال طبعا أكثر من طالب بيحكي معي، أكثر من واحد أو طالبة، قال يا أستاذ والله إني خبصت، لما برجع بشوف علامته قديش جايب لي 26 من 30، بقول لي خبصت. أقسم بالله العظيم هو بيحكي بحرقة وأنا مبسوط للسماء. معنويات، انت فاهم شو اللي بتحكي فيه؟ معنوياتي وصلت لسابع سماء الآن، والله العظيم جاهز إني أشتغل معكم. بدنا نفرتك المواد فرتكة، بدي أمسك مادة الكيمياء بدي أقطعها، بدي أكلها أكل بعد المعنويات اللي أعطيتوني إياها والتحفيز اللي أخذته منكم. يعني الإشي اللي صار والله العظيم كلمة شكر إني ما بتكفيكم، والله لو أعطيكم كلكم جوائز إني بكون عاجز عن إني أحكي لكم شكرا. عملت هذا الإنجاز أو هذا العمل، خلينا نحكي اشتغلته عبناء إنه نحاول نقدم إشي لهذا الجيل، نقدم إشي للطلاب. لكن بعد ما الامتحان تبع مبارح، والله اللي انتوا قدمتوا لي اياه انا الان لازم احكي لكم شكرا. عن جد انتوا مفخره، والله العظيم انكم مفخره، يعطيكم العافيه. وعن جد بدنا دائما من زايد لازود، بدنا دائما الهمه على الامتحان الجاي اكبر واكبر. حمسوني عن جد، ارفع معكم المستوى، ارفع معكم حتى مستوى الاسئله. اذا بدي احكي شكرا والله ما بتكفي، عن جد من قلبي شكرا، يعطيكم العافيه.